السلام عليكم. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فكما كتشوفوا معايا هذا الفيديو عامر باللباس بالنسبه للسيدات المحجبات وغير المحجبات. فكما كتشوفوا معايا هذه اللبسه هذه كجات غزاله ما شاء الله. وهذه كما كتشوفوها معايا كذلك. شوفوا معايا الفصله ديالها كجات غزاله ما شاء الله، انيقه ورائعه. شوفوا الفصله ديالها كيفاش جات، وكذلك معايا شنة سقاتها. شوفوا معايا الساك، وبالنسبة للفولار بالنسبة للصندالة كذلك. وهذه كذلك شوفوا معايا هاد العباية هادي كيفاش جات غزالة وأنيقة. شوفوا معايا فصلتها كيفاش جات. فأنا على فيديو كيقربكم أكثر لهاد الموديل هذا كيفاش جا وكيفاش ملبوس. شوفوا معايا الأناقة ديال هاد الموديل هذا غزالة ما شاء الله أنيقة. فإلا كنتي أول مرة كتشوفي هاد الفيديو هادي ولا هاد القناة، اشتركي في القناة وفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد. شوفوا معايا هنايا، شوفوا معايا هاد اللبسة هادي كذلك، وهاد العباية كذلك شوفوا معايا. فهاد الموديل مختلف تماما على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا الخديمة كيفاش مخدومة ما شاء الله. شوفوا معايا اليدين كيفاش مخدومين، فوق الكتيفات كذلك كيفاش مخدوم. شوفوا معايا الفصلة ديالها رائعة جدا. وهذا موديل آخر كما كتشوفوه. شوفوا معايا كيفاش جا انيق. هذا الموديل هذا رائع جدا. فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. شوفوا معايا هذا الموديل كذلك، وشوفوا معايا هذا الموديل كيفاش جا كذلك. شوفوا معايا غزال ما شاء الله. وهذا الموديل هذا كيفاش جا، شوفوا خياطه كيفاش جا، واللون كذلك جاء انيق ما شاء الله. شوفوا معايا وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا، هو مختلف تماما على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا الخياطه ديالو كيفاش جات غزاله. وهذا موديل اخر بالنسبه للعبايات. شوفوا كيفاش جات هاد العبايه وكيفاش الفصله ديالها كذلك. شوفوا معايا اللون البنات باش مخدوم، وكيفاش الطريقه كيفاش مخدومه رائعه جدا، وشي ما هكا واسعه وما شاء الله يعني مريحه في اللبسه ديالها. شوفوا معايا غزاله ما شاء الله وانيقه. وهنا كيبقى نفس الموديل، فقط الاختلاف في اللون بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. شوفوا معايا اللبسه كي جات رائعه جدا، جات مزيونه ما شاء الله. وهذه عبايه واحده اخرى كما كتشوفوها معايا. شوفوا معايا الخديمه ديالها، فهي جات مختلفه تماما على اللي شفنا من قبل. فلا فيديو عامر باللي موديل غزال ما شاء الله. ان شاء الله تكملوا الفيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين. شوفوا معايا كذلك هذا الموديل هذا اللي جايب التنوره، جا غزال ما شاء الله. وهذه كذلك اللي جايه مختلفه على اللي شفنا من قبل، تعطينا واحد الفكره اللي هي مختلفه على اللي شفنا من قبل. وهذا موديل اخر اللي جا انيق ما شاء الله. شوفوا معايا، شوفوا معي الطريقة الخديمة ديالو كيفاش جات سهل ما شاء الله. وحتى اللوينات باش مخدومة غزالين ما شاء الله. وهذه كذلك بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا اللون الأسود. شوفوا معي الخديمة، شوفوا معايا
انتم معنا هنا كنقرب لكم لا فيديو اكثر باش تشوفوا هذه اللبسه اكثر باش تكون واضحه كيفاش مخدومه. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا فهو وجه مختلف على كاع دوك اللبسات اللي شفنا من قبل ولي موديل. شوفوا معايا كيفاش جات هذه، جات أنيقة ما شاء الله. جات مريحة في اللبسة ديالها، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر إعجاب. وهذا لونسومبل اخر كما كتشوفوه معايا، شوفوا معايا الخدمه ديالو كذلك كيفاش جا، جا غزال وانيق ما شاء الله. شوفوا معايا البنات الخدمه كيفاش جات، فهي انيقه ما شاء الله. شوفوا معايا وجاي كذلك مريح في اللبسه. هذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الابيض، خصوصا في هذا الصيف هذا راه كاع الناس تقريبا كيعشقوا اللون الابيض يلبسوه. وكذلك هذه الغوبه هذه كيفاش جات، كجات غزاله ما شاء الله وانيقه. ومشوا هذا الموديل هذا كذلك اللي جا مختلف على اللي شفنا من قبل تماما. شوفوا معايا جايب اللون الابيض واللون البرتقالي كيفاش جا غزال ما شاء الله وانيق. وهاد اللبسه هادي كيفاش جات، هاد الشوميز هادي كيفاش جات. شوفوا معايا الخديمه ديالها بالنسبه للكميمات وبالنسبه للعنق ديالها، الخديمه ديالها كيفاش جات غزاله وانيقه. ونمشيو لهذا الموديل هذا بالنسبه للعبايه، هذا الموديل كيفاش جا فهو ديال الحضور. شوفوا معايا البنات كي جات غزاله ما شاء الله، كتحمق مزيونه ما شاء الله. شوفوا معايا واحد الخديمه اللي جات غزاله وانيقه. فكنتمنى لا فيديو يعجبكم، فإلا عجبكم لا فيديو ما تخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب.